لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن شاء الله تعالى اليوم نتدارس كتابا من كتب التوحيد يربي في الأران تران كستي كتابته كان كتاب بوايته كتما ربي دبت نراته كوالين قرانو تهاجتنا ألا وهو كتاب الشيخ الإمام مفيد الأنام مجدد الدين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي المسمى بأصول الثلاثة، كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أبي الحسين، كتاب مكانسة أصول الثلاثة جامو كولي أرانتها ناجدت. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هجرة وقدا كما تقوفي إبا تقوفي كرشانتي ألتا بيا دنيا راك نسان قدانا وقدا كما تقوفي إبلا ما في جهت بيا دنيا را قدانا أكا لكوفت مسلماتي جيتو لا لكوفت إسلاماتي دافة بيا دنيا را ديما عمري نساني وقاس قلسمي توق جيتو لا رحمه الله رحمة واسعة. إن شاء الله تعالى كتاب إساني را كتابة الأصول الثلاثة جامو كولين قرامتان، لكن أدودر كتاب قناة سنة نتدارس مقدمة هذا الكتاب، نتدارس مقدمة هذا الكتاب، مقدمة كتاب قناة كولين قرانتان. في مقدمة هذا الكتاب خمس مسائل، مقدمة كتاب قناة كيستبت جافو شنيت جرا، ولكل أسئلة لها أجوبة كثيرة. تقوم تقوم جافي وانشانانيتو ديبي باي ايه افجلاك قبضهن دي اشيتو، مفهوم يا جماعة؟ تمام. ان شاء الله تعالى نبدأ من المقدمة قبل ان نشرع في درس الكتاب، نبدأ بالمقدمة قبل ان نشرع في دراسة الكتاب الاصول الثلاثة. ودوني بأصول الثلاثة قرأوا التنسيني مقدمة كتابة قناة كولي الله اللي تانا قلنا في المقدمة، مقدمة كتابة قناة كيفك جافي مكجرة جنة جافي شن افتساك ابدي مقدمتين تني جدت. السؤال الاول، جافي جلك ابا كتاب نكون كتابة واي مالي دبة الرأي جنة واي توحيدة واي تكتما ربي دبة الرأي، اذن كتابا عقيدة رأي جيتو لكتابنكم، كتابنكم كتابا عقيدة رأي جيتو. هذا الكتاب كتاب نصول الثلاثة جامكم أكا الشيخ محمد بن أمان الجامين جانبتي نمي أصول الثلاثة محمد بن عبد الوهاب كان كتاسر إيتي يوفامي ابن تيمية أكا ابن تيمية بداتا اللي يتوباتي ابن تيمية غند إساء ابن تيمية بي إساني تهيو أصول لكم سري تقلي في إجان. إذن هذا الكتاب كتاب له قدره ومكانته، كتاب كبداك أبو، كتاب درجاك أبو، كتاب ظاهر إساء قبابا فايدان إساء في بيكم ستاقيس جرو بداتي إجان وان الدئ الرابرو دندن إن شاء الله أكو مقاو قويتي سيني هبنو جدفر أيو ربنا وفن. إذا
كتاب بنك أنا كسبتي وده كتاب كسبت إنسانة مقدمة قرانة جنة مقدمة تجرجن مقدمة أنا كسب قافشان تجرجن قافشان هو ده بيوله دو إبجلا كقبانيجن. السؤال الأول قافين جلك أبا لماذا ندرس التوحيد كن قافي جلك أبا هذا هو السؤال الأول. ما هو السؤال الأول؟ لماذا ندرس التوحيد كن قافي جلك أبا تيجيت. السؤال الثاني لماذا اخترنا هذا المتن المختصر كتاب دواي توحيدا دبة كيسا مالف متني جبابا مطانسا الأصول الثلاثة جاء مكنا مالف لني جافيجو ميت أخوني. السؤال الثالث جافي سدفتا ما هي الأصول الثلاثة باختصار جباب سني أصول الثلاثة جتونكني مالي جتورة والقافن قافن أفردت ماذا نستفيد من دراسة الأصول الثلاثة قافن وانسدين يوكين أصول وانسدين هندو وانسدين قرأوا الرا مال فيدمنا مال بؤانة الرا أرقنو. السؤال الخامس الأخير قافن شنف فادا يوكاو قافن إن تمرى على ماذا يهتوي هذا الكتاب كتاب نكوى ميتا إفكيس ساقب يوقعو بك ميتا تقوني لالو دندين كتاب التقنى على ماذا يحتوي هذا الكتاب كتاب نكون وميتا إفكيس ساقب. إذن هذه كم مسألة إذن تنقافي وميتا شني من يعيد هذه الأسئلة قافي التقنى قولك إيه أينتو جافي قف أينورا نوديبو كم برا غيره سورة ديبي سادر غيره من الجديد جماعة هارارة نعيد المسألة جافي رديبنو. السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد. السؤال الثاني لماذا اخترنا هذا المتن المختصر. السؤال الثالث ما هي الأصول الثلاثة باختصار. السؤال الرابع ماذا نستفيد من دراسة الأصول الثلاثة. السؤال الخامس الأخير على ماذا يهتوي هذا الكتاب. من يعيد إمرا وديبع يا إخوة جماعة هريرة وردوا على رديبيات ورنبان نعم أميرا وديبي أتهارالا أنت جديد طيب ها هاران انجلوها خلاص طيب نريد رجل واحد يعيد لنا طيب ألم رديبي السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد دافين جل كبا نعم لماذا ندرس التوحيد ترجم 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 طيب تولى السؤال الثاني دافين لما فاها لماذا اخترنا مثلا لماذا اخترنا هذا المثل المختصر ترجم تمام. السؤال الثالث لماذا ما هي أصول الثلاثة أصول الثلاثة اختصارا ماذا جواب سليم نعم. السؤال الرابع نعم لماذا استفدنا من دراسة نعم ماذا استفدنا ماذا نستفيد نعم من دراسة أصول الثلاثة نعم ما يكفي ما ماذا نستفيد؟ ما الفيدمنا
أصول الثلاثة وجبرني أصول الثلاثة يكون معناه كمال يكبر باريت من ربك ومن نبيك وما دينك أصول الثلاثة يكون سيتن واسدين تنك أرؤورا مال فيدم من ربك برورا مال فيدم دينك مال جدتو غافي ديبي إسا برورا مال فيدم نبيينك إن يقولي ربيك إن غافي ديبي خان برورا مال فيدم دينك مالي غافي ديبي إسا برورا مال فيدم نبيينك إن غافي كناتي ديبي خان برورا مال فيدم مال بوان متي كان سدين براتورا ارغنو نعم السؤال الثاني على ماذا يحتوي هذا الكتاب مال كتابني مقانسا الاصول الثلاثه جاء مقول مال رت مرت يعني مال بكيف ساقب جتون بك ما قد تقول ميلا لود الدنيا وانت اجلس بارك الله فيك تمام ان شاء الله تعالى فهمتم المسألة ولا ما فهمتم قافين ميدالي جرامتي ديبيسا ان شاء الله تعالى هرأي رونكم جدا وانت اسنس ديبيسا ارتي مريتاني لالتاني رفتاني هرأي رونتكو انو جلاد الدميب برو بلين انك نتدين متانا والغدافت اتي خطة جدتين بربادا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.